فاجعة كبيرة في محافظة البصرة، راح ضحيتها أكثر من 10 أشخاص من منزل واحد. لغاية الآن الحادثة هي غامضة جدا، ما تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو مقتل أو انتحار رب الأسرة بعد أن قتل كافة أفراد عائلته. بالنتيجة هذه الحادثة يعني أصبحت ضجة داخل مدينة البصرة. نحن الآن متواجدون تحديدا في قضاء شط العرب في هذه المنطقة وأمام منزل الضحية والذي انتحر بعد أن قتل أفراد عائلته. لغاية الآن التحقيقات لم تعلن عن خفايا هذا الحادث. لغاية الآن يعني تحدثنا مع السلطات القضائية في محافظة البصرة الذين كانوا مرابطون في هذا المكان ولم يبلغونا بأي تفاصيل الحادث الذي راح ضحيته أكثر من 10 أشخاص. بالنتيجة اليوم هنالك تضارب بالأنباء وبالأخبار، هنالك من يقول أن الذي تم قتل عائلته والذي قتل وانتحر بعد أن قتل عائلته هو يمر بضائقة مالية، وهنالك من يقول عليه ضغوط نفسية، لكن لغاية الآن جميع هذه الأخبار وهذه التضارب المعلومات هي غير صحيحة. يعني الذي قتل نفسه الذي انتحر وقتل عائلته لغاية الآن هو يعني يتمتع بصحة جيدة وعدم تعاطيه للكحول والمواد المخدرة، وأيضا هو إذا نتحدث من الجانب المادي فهو متمكن ماديا. فبالنتيجة هذه الحادثة غامضة لغاية الآن، ونحن في هذه المنطقة والقوات الأمنية تبرز وتبسط أمنها وتسيطر على هذا المكان خوفا من زعزعة هذا المكان وحتى لا يحصل شيء آخر. لكن يعني عندما كان قاضي التحقيق متواجد في هذا المكان تحدثنا معه وأيضا مع القوات الأمنية الماسكة للمكان، لم يصرحوا لنا عن تفاصيل الجريمة، هل هي جريمة قتل، هل الشخص انتحر فعلا، هل هنالك أشخاص قد دخلوا إلى المنزل وقتلوا العائلة وقتلوا رب الأسرة. لغاية الآن هنالك لا توجد أي أنباء حقيقية عن هذه الحادثة، وخلفي هو منزل الضحية والمنزل الذي حصلت فيه الفاجعة. اليوم مدينة البصرة يعني ربما سوف الكل يتحدث بهذه الفاجعة في هذه المدينة، ونحن شاهدنا وتابعنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضجة كبيرة جدا بهذه الحادثة. أكثر من 10 أشخاص يتم قتلهم والأب ينتحر بظروف غامضة، بظروف ربما لغاية الآن الكل يستفهم ويستفسر عن هذه الظروف، لكن لازلنا مستمرين بهذه مرابطين في هذا المكان ونستفهم تفاصيل هذه الحادثة ومتواصل مع القوات الأمنية الماسكة للمكان. وأيضا ربما في الساعات القادمة سوف يتم الإعلان والتصريح حول موضوع مجريات الحادثة. كانت قبل قليل هنالك مركبات الإسعاف نقلت الجثث من هذا المكان إلى الطب العدلي ليتم فحص الجثث وأيضا إصدار شهادات وفاة إلى لذويهم، ومن ثم يورى يعني جثمانهم إلى للدفن. بالنتيجة اليوم الكل يتساءل كيف حصل الحادث وأين ومن المسبب الرئيسي بهذه الحادث. نتمنى وننتظر من الجهات المختصة إن كانت على قوات الأمنية الماسكة للأمن على قيادة شرطة البصرة وحتى السلطات القضائية أن تفصح بتقرير مفصل عن تفاصيل هذه الحادثة الأليمة. Thank you.